سعد لي مساكم حبايبي، كيف ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد انا بعمله، وما تنسوا اللايك لسوسو. اللايك يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. وان شاء الله نعمل السحور مع بعض وناخذ من بعض افكار. طبعا هنعمل سلطه البطاطا. طبعا البطاطا انا قشرتها وسلقتها منيح يعني تستوت معايا. هاي الطريقه ما شاء الله دابت. طبعا والخضره اللي نحطها للبطاطا لسلطه البطاطا: بصل اخضر، بقدونس اخضر، نعنع اخضر طبعا، وقرن فلفل احمر. تمام. هذا اللي هنعوزه شوي، ونقطه ثوم هذا اللي هنعوزه للبطاطس طبعا مع رشه زيت. وهنعمل الفول بتسبيكه. طبعا انا هون عملت بالخلاط حبيتين طماطم، وقشرت بصله، وقشرت ثوم، دي للفول تمام، والشبت والكزبره كمان للفول تمام. وهنعمل مع بعض طبق مسبح بالحمص على الطريقه اللبنانيه ان شاء الله، ورح نعمل طبق كمان زي نشتريه بالمعلبات المطحون. يلا بينا نبدا مع بعض. سموا بسم الله ويلا بينا. طبعا هاي انا هون بلعت على المقلايه على النار. طبعا نحط شويه سمنه. طبعا يا حبيبي بعتذر عن الصوت اللي طلع، مدحت كان شردق او شنق وطلع الصوت، اسفه والله كان غصب عنا. الحمد لله انها عدت على خير. هنحط اول شيء هنحط البصل، طبعا هنحمره على النار. اعطيني معلقه منون، منون معي بالمطبخ على طول. طبعا حابه تحط زيت، حطي زيت مطبخ السمنه حسب رغبتك حسب ما تحبي. كده ما نعطلش نفسنا على ما البصله تكون احمرت. هنعمل حاجة تانية طبعا. طبعا يا حبايبي انا هون دقيت حزة ثوم، حطيت حامضة هنعمل بيها المسبح. طبعا الحمص انا نقعته على بياض قبل بيوم، طبعا سلقناه وسلقناه منيح لان المسبح بدها تكون الحمص دايب معانا. طبعا نخليه بميته كده، المسبحة معروفة انها بالمية زي ما اتفقنا. انا حطيت حامض وحطيت ثوم. طبعا هنهمكها بهاي الطريقة، ما نهمكها كتير. طبعا نحط لها المي من نفس المية اللي سلقنا فيها. من اجمل الاكلات عندنا، اعطيني يا ماما ايدي هون بلبنان، اكلة شعبية تعتبر. كده يا حبايبي ما نهمكه منيح، خليه هيك. هاي الطريقة. هنحط له الزيت، طبعا زيت زيتون. هنحط له معلقة طحينة، ما في أسهل من طريقته وما في أشهى منه على فكرة. هننزل بمعلقة طحينة، هننزل الزيت اكيد، هنحط له رشة كمون مش اكتر. هنحط له رشة ملح، هنحط له رشة كمون، ولو بده مية كمان نحط له مية لانه هو لازم يكون في مية المسبح. طبعا بيحب الحامض كتير. شوفوا ما احلى ما شاء الله. هذا اول طبق صار جاهز معانا. طبعا هسه صار في انزل بالثوم، طبعا مش هنحط كميه الثوم كلها لانه نعوزها كمان البطاطا. هنعمل حمص كمان بطريقه ثانيه، خليكم معايا اوعى تاخذوا باي حته زي ما بتقول شيماء. ممكن يحمر شوية يشعروا يعني يغمقوا. اسمع اعطيني معلقة يا ماما. زي ما اتفقنا البطاطس او البطاطا انا سلقتها، هننزل بالخضرة اللي انا قلت لكم عليها: بقدونس، بصل اخضر، نعنع،
قرن فلفل احمر طبعا، هنحط الحامض، هنحط الثوم عليها، هنحصل الحامض والزيت كمان فوق عصائر. هون عصرنا الحامض، هنحط الثوم، ما نكتر ثوم، شوية بس بيعطي طعم طبعا، والزيت. راح نخلطها مع بعض، حتذوقي أطيب سلطة بطاطا أو بطاطس. تمام، طبعا أنا ما حطيت ملح لأني أنا هسه وأنا بسلق البطاطا حطيت عليها ملح طبعا وهي تتسلق، وعنده لو عايزت حنحط لها. تمام، أقسم بالله السلطة لو عملتيها مش راح تبطلي تعمليها، طعمها بيشهي. طبعا حطيت عليهم الشبت والكزبرة، ما حطينا الشبت كله، هتشوفوا معي دلوقتي. هحط هنزل فيهم بعصرتين معلقتين صلصة. هون انا هنزل معلقة صلصة حسب ما انت عايزة، او معلقتين حسب رغبتك. طبعا زي ما اتفقنا قلنا الفول له كذا طريقة. بسم الله ما شاء الله ريحة طالعة تجنن. هيك نزلت عليها بالطماطم، طبعا لقيت طماطم كثيرة مش هنحطها كلها. تمام، قولي تمام حطولي الأرض. ننزل عليه الخضر اللي نقصناها، طبعا نحط كمون، معلقة كمون، معلقة فلفل أسمر، معلقة شطة، دي اللي حنحطه للفول. تمام، والملح. يلا بينا نعمل مع بعض الخطوة الثانية من الحمص. طبعا نحطهم بالخلاط، نعصر عليهم حامض، ونحط لهم ثوم والملح ومعلقة طحينة. طبعا هنزل هعصر حامض أو ليمون، أحط حصة ثوم. تمام، نحط زيت، هنحط ملح، هنضربهم بالخلاط. هذا الملح عشان ما ننساه، هذا نشتريه مع المعلبات الجاهز من المحلات. وهي معلقة طحينة، مع انه عندنا ما بحبوش الطحينة بس انا بستغناش عنها صراحة. ما شاء الله حصلنا على احلى طبق حمص. احنا هون صار خليت فيها ميه لانه بعدها تغلي مع الفول. طبعا الفول كان عندي بالثلاجة او بتقولوا الفريزر. وهيك يا حبايبي صار جاهز معانا اجمل طبق فول ممكن تاكليه بحياتك. اقسم بالله الطعم لا يقاوم، والريحة بتشهي. هاي اخر طبق صار جاهز معانا. وهيك يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكوا كل جديد. بسم الله ما شاء الله، شوفوا سلطة البطاطا، الحمص اللي نشتري معلبات، هي عملناها على ايدنا وبكل سهولة طبعا، والفول المدمس والمسبح اللبنانية، هي اكلة شعبية. وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله الجاي احسن واحسن. تصبحوا على خير حبايبي، كل سنة وانتم طيبين.